تقدم الرئيس السيسي بتحيه اجلال واحترام لجميع شهداء الوطن الذين قدموا حياتهم ثمنا لبقاء الوطن وحمايته. أضاف الرئيس السيسي أن شعب مصر لا ينسى من ضحوا لأجله مؤكدا العمل على بناء وطن قوي كريم. أتقدم بتحيه اجلال واحترام لجميع شهداء الوطن أبناؤنا الذين قدموا حياتهم ثمنا لبقاء الوطن وحمايته. نشد على ايادي اسرهم ونقول لهم ان شعب مصر اصيل لا ينسى من ضحوا لاجله وسنعمل جميعا على بناء وطن قوي كريم يليق بحجم التضحيه التي ستظل تاجا فوق رؤوسنا ينير لنا الطريق نحو المستقبل الذي نتطلع اليه